صراحة بالنسبة للمقابلة وصلت نتقى مقابلة مصيرية، المقابلة النهاية تشقى باهرة، شكون غيك لي سنيتي خصها دوري تيلي استهانس الفريق نطاس، شكون حتى تلقى الفريق مقورن باهرة. سوس تحتاج الكاس، سوس تكال ألقاب تقريبا من 2001 من 2001 2002 الور لان دريت غير هذا الجيل هذا تاع الجوج راه كتتويج، دار نتمنى تلك النتيجة فولكين، دار نتمنى يعني في الصورة حضارية ايسوسين لا غوجدة لا غوغراس لا خلقات ماني، الحسن كنت سنة تتمثل ماشي غير سوس ولكن تتمثل المغرب كله ولا شمال افريقيا كله تنمرت. بالنسبة للمقابلة النهائية غتكون مقابلة مصيرية وحاسمة، هي الكل كينتظر هذه المقابلة. احنا من كجمهور فريق حسن الدكادير رغم الظروف التنقليه اللي كي صراحه اللي كيتكرفس فيها الجمهور حاليا، عشنا البطوله ديال الكاس يعني من البدايات ديالها، يعني ما لقيناش هاد الصعوبات اللي لقينا دابا في لا فينال، ولكن رغم كل الظروف غادي نديروا داكشي اللي علينا ان شاء الله باش نكونوا رجال في المقابله باش نشجعوا اللاعبين. عندنا كل ثقه في اللاعبين والطاقم التقني والاداري ديال النادي حسن الدكادير، ان شاء الله غادي نخرجوا منتصرين و ان شاء الله الفوز بكاس العرش ان شاء الله من سنه 2006 الفرقه زاد اكادير يعني متعطش لشي لقب. ان شاء الله مقابله تكون واحد تكون فيها واحد الاداره ونديه، وان شاء الله واحد 3-0 وديما حسين اكادير. شكرا للجمهور اللي كيدير كل يعني اي حاجه باش انه ينتقل ويساند الفريق ديالو في الثراء والضراء.